لا هو في حاجه في الدنيا، انا بس في سؤال، في فرقه في الدنيا بتبني تيم، او في حد في الدنيا بيبني تيم بيستدعي لاعب عنده 42 سنه؟ طبعا احترامي الشديد لعصام الحضري، الشديد جدا، ولمستوى عصام الحضري ولقيمه عصام الحضري اللي من وجهه نظري اعظم جون جه في تاريخ مصر. ده وجهه نظري الشخصيه. انما هل انا ببني تيم فاجيب لاعب عنده 42 سنه ولعبه، وفي لعيب عندي عندها 33 سنه ولعيب عنده مش عارف كام سنه، وفي جوان في الدوري المصري عندهم واخدين صفه الدوليه، مش اي جون متالق وخلاص، واحد زي محمد عواد واخد صفه دوليه، واحد زي مش عارف مين واخد صفه دولية. يعني عندي اسامي لعب الدولي. انا لو عايز ابني تيم، لو انا فعلا بصدر الفكره دي للناس، ابني تيم، ابني تيم بغض النظر بقى عن النتائج، انما اقول للناس الصح. انما هل انا ببني تيم؟ انا لا، انا الجهاز بتاع المنتخب لعب، عارف اللي هم مسك العصايه من النص وما عرفش هو عايز ايه، ما عرفش هو عايز يبني تيم، ولا ما عرفش هو عايز يكسب، ولا ما عرفش هو عايز يعمل نتائج، ولا ما عرفش هو عايز، ما عرفش عايز يعمل ايه. فبان قدام الناس كلها ان مفيش رؤيه، ان مفيش حاجه متخططه لها. صح، هنوصل كاس الامم الافريقيه وهنوصل كاس عالم وبنبني تيم وبنعمل تيم محترم وبنعمل مش عارف ايه، محدش يبص لنا ومحدش ينتظر للنتائج. كلام اتقال وبعد كده مش عارف ايه. طب منين احنا هنوصل وهنوصل وهنوصل ومحدش يبص للنتائج؟ طب ما هي ما هنوصل دي نتائج، هي هنوصل دي من غير نتائج؟ فكلام بقينا مش فاهمينه، بقينا كلام مفيش اصلا معايير ومقاييس تقدر تقيس عليها وتقدر تحط عليها وتعرف انت عايز ايه. طيب هو تفاصيل الاحلال والتجديد او معايير الاحلال والتجديد تبقى عباره عن ايه؟ يعني مجرد ان انا ادخل واحد جديد واخرج واحد قديم يبقى انا كده حليته وجددته، ولا اعمل ايه؟ ايه اللي لازم اعمله؟ لا، اللي لازم يدرس واللي لازم يتعمل هو ان انا اجيب قائمه او عناصر المنتخب الاول دلوقتي وابدا اصفي فيها. يعني ايه ابدا اصفي فيها؟ انا اجيب ال 30 لاعب اللي موجودين وابدا اصفي واقول والله ده يكمل ده ما يكملش. طب يكمل بناء على ايه وما يكملش بناء على ايه؟ يكمل بناء على سنه مثلا. ان انا ما ينفعش اضم لاعب ملوش مستقبل مع المنتخب، انا عارف ان هو مش هيكمل لي للسنتين اللي جايين، مش هيبقى معايا في كاس امم افريقيا 2017، مش هيبقى معايا في تصفيات كاس العالم 2016، مش هيبقى معايا. طب انا واحد مش معايا زي ده اديله ليه فرص؟ ما ندي الفرص دي لواحد تاني ممكن هو اللي يستمر ويبقى المستقبل بتاعي. فالمفترض الفتره اللي جايه مفيش واحد يخش المنتخب غير لما يبقى ليه مستقبل، يبقى انا عارف ان ليه مستقبل لو انا فعلا بصدر فكره ان انا عايز ابني تيم.